نتكلم عن مباراه العين والفتح. نشوف العين والفتح فوز محمد باربعه هدفين. محمد الحيد حنشوف فيها يمكن خمس لقطات. حنشوف اللقطه في الشوط الاول كان في خطا على الفتح، هل يستحق بطاقه هنا من محمد الفهيد؟ هنا في مهاجمه بتهور، الحكم اكتفى بالتنبيه، وكانت هذه طبعا من الاشياء اللي تلاحظ على الحكم انه هنا شوف هنا نزل على قدم المنافس. هذه لابد من بطاقه صفر لان فيها تهور، حتى لو في بدايه المباراه في دقيقه 5 او 6 ما حصل الفيدي. ما حصل بطاقه صفر محمد الفهيد. حنشوف بعدها في دقيقه 43 تقريبا سقوط المهاجم الفتح، وكان يطالب بركله جزاء او سقوط مهاجم العين اسف. نعم. وحنشوف الحين في الدقيقه هو طالب والحكم استمع للفي ار وما في شيء، هم كلهم شوف يجرون، مش هذا اللاعبين اللي من الأخيرة هو يجري وصار في احتكاك والسقوط لا يجدر كرة الجزاء. قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب وعدم استدعاء من الفئار، واكتفى بالتنبيه على السماعة وأعطى استمرارية اللعب للركنية. طبعا هذه المباراة حصل فيها يمكن كرت أحمر، هو حنشوف الحين كرت الأحمر هنا كيف حصل، حنشوف طبعا عن طريق تقنية الفئار. حنشوف الدقيقة تقريبا الانذار اللاعب الفتح في الدقيقة 80، هنا في إصرار على مخالفة القانون. ليست هجمة واعدة، اللاعب كان يبغى يمشي مرتين، وحصلت حتى في مباراة الوحدة بس أنا ما أبغى نكثر. شوف الحين لاعب الفتح حاول يمشي، اللاعب حاول يمشي هذا إصرار على مخالفة القانون. ماجد كمبو شوف ما مستمر استمرار في نفس الحركة، ينفلت ويرجع يمسك فيه. إذا هنا إصرار على مخالفة القانون اللعب، هذا موجود نص في المادة 12 وقرار صحيح من الحكم محمد. هذا يسمونه كابتن خطأ احترافي، والله ممكن يسمونه بروفيشنال فاول، لكنه في الأخير يبقى هنا سبب الإنذار هو المسك، هذا خطأ من الأخطاء 12. لا يوجد عليه بطاقة صفر في أي مكان في الملعب، لكن الإصرار عليه إلا إذا كان في هجمة واعدة أو هجمة محققة يصير في طرد. نعم. هنا الإصرار عليه هو عشان الإصرار، يعني ما يستحق الكرت الأصفر ولا الإصرار عليه هو اللي دفع؟ الإصرار هو اللي يستحق يعني. نعم. لو كان مسكه فأنت ممكن ركلة حرة مباشرة وينتهي الأمر، لكن هو أصر على مخالفة القانون. نعم. حنشوف بعدها سقوط المهاجم الفتح وكان يطالبون، وحنشوف يعني إيش اللي صار بين اللاعبين في الدقيقة تقريبا 85 أو 86. حنشوف من هنا سقط اللاعب، وحنشوف هل كانت الكرة في اللعب يوم سقط. طبعا يحيى كعبي. نعم يحيى كعبي الحكم. أول شيء أنا أنصح محمد نحيت أنه كان المفروض ما ينفذ إلا يكون يشاهد اللاعبين. طبعا حسن الحظ في تقنية الفار، والحركة حصلت قبل التنفيذ، راح شاف الفي آر. طبعا هي لا يجدر كرة الجزاء لأنه الخطأ أو الضرب حصل والكرة ما بعد لعبت، حتى الآن شوفها ما بعد اعلنت وصل اللاعب. الحين صار هناك الاحتكاك، لا يجدر كرة الجزاء، هناك بطاقة حمراء. كان في اعتراض من لاعيبة الفتح مطالبين كيف تعطي كرت احمر بدون انا اعطي، لانه انت اللاعب ضرب قبل لا تلعب الكرة، اذا الكرة خارج اللعب لما تكون، لو الكرة تحركت حيعطي بطاقة حمراء وركلة جزاء، حتى لو يعني لو ابعدت الكرة، لانه ما زالت الكرة ما سندت. لكن هو الان شوفها من هنا، شوف من هنا حصل الضرب والكرة حتى الان ما لعبت. حصل الضرب، اذا قرار صحيح بعدم احتياط ركله الجزاء. ولكن انا انصح محمد نحيت، شوف الحين لو سوى اللاعب الحين يلعب الكره زاويه الرؤيه، نعم ارجع شوي عشان انت تكتشف زي الاخطاء ذي. يعني لو ما في تقنيه فار حيكون في احراج، لكن تقنيه الفار صارت نعمه على الحكام. نعم. وان شاء الله اتمنى ان يستفيدوا منها استفاده طيبه. اداء الحكمين محمد الحربي وطريسك جيد، محمد الحربي واعطى بطاقه حمراء عن طريق تقنيه الفار، كان قرار صحيح، ما كان في ركله جزاء، اعطى انذار يمكن تساهل في لعبه او لعبتين في الانذارات، لكن اداء الحكام اليوم من مباراتين بشكل عام كان جيد جدا. يعطيك العافيه الكابتن، يعطيك العافيه، وانا سعيد تواجدك. نلقاكم إن شاء الله بتغطيات